جني هو هبوط جماعي لمؤشراتها عند الإغلاق. سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 3,400,000,000 جنيه ليصل إلى 476,370,000,000 جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 953,100,000 جنيه. قال وزير المالية هاني قدر دميان إن الحكومة تتوقع عجزا في الميزانية يتراوح بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في الأول من يوليو، وهو ما يزيد من المستوى المستهدف بين 10 و10.5%. وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2.5% من ما بين 3 و3.5%. وأعرب دميان عن أمله في أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية في خفض عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. توقع أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن يصل إنتاج هذا العام من القمح إلى نحو 9,100,000 طن، وأشار أبو حديد إلى أنه تم تحديد سعر محصول القمح لهذا العام بمبلغ 420 جنيها للأردب الواحد، وهو المبلغ الذي يحصل عليه المزارع كاملا من الجمعيات دون أي وسيط. وأوضح وزير الزراعة أن موسم التوريد الفعلي للقمح سيبدأ أول مايو المقبل، مشددا على أنه سيقوم بمخاطبة وزارة البترول لتوفير السولار للمزارعين أثناء فترة الحصاد. أعلن أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول عن إطلاق مشروع ضخم لاستكمال دراسة إنتاج البيو ديزل من زيت الجاتاروفا والخروع والطحالب الخضراء بهدف تطبيق البحث العلمي في إيجاد طاقة جديدة مكملة للوقود البترولي. وأشار الصباغ إلى أن المعهد يمول أيضا مشروعات لإنتاج البيو إيثانول من المخلفات الزراعية والجازولين من مخلفات البلاستيك وخليط الميثانول والإيثانول، مطالبا بضرورة تشجيع وتبني الاستثمار في مجال الوقود والطاقة. أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن بلاده تمكنت من تجاوز منطقة الخطر الاقتصادي، مشيرا إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.13% نهاية عام 2010 إلى 2.18% العام الماضي. وألمح النسور إلى تقدم المؤشرات الاقتصادية للأردن وتحسين الاحتياطات الأجنبية التي تقدر بنحو 12 مليار دولار بنهاية عام 2013، فضلا عن التحسن في الحوالات الأردنيين والعاملين في الخارج. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الوقود الصخري الأمريكي باهظ التكلفة بدرجة لا تجعله مصدر قلق لمنظمة أوبك. وأوضح الوزير أن بلاده ترى مستوى الطلب العالمي الحالي على النفط في حدود التوقعات، مضيفا أنه لا يزال يتعين على أوبك دراسة الأحوال السياسية وظروف السوق قبل أن تتخذ قرارا بشأن مستوى إنتاجها في اجتماع المنظمة في يونيو المقبل. أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن نفط الإقليم سيكون متوفرا في الأسواق العالمية مع بداية شهر مايو المقبل. وكان إقليم كردستان وتركيا قد أبرما العام الماضي اتفاقا في مجال الطاقة يتضمن تصدير النفط من الإقليم مباشرة إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد. وقد أثار الاتفاق غضب المسؤولين في بغداد، مؤكدين أن الحكومة الاتحادية في بغداد وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة، وأنها ترفض أي محاولة لتصدير النفط بمعزل عنها.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن طرابلس رفعت حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي اعتبارا من اليوم. وصرح المتحدث باسم المؤسسة أن تسويق النفط المخزون في الميناء المخزن في الميناء سيبدأ من يوم غد الثلاثاء. وتعد الزويتينة أحد أربعة موانئ في شرق البلاد تقرر إعادة فتحها بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع مسلحين يسيطرون عليها. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن بانوراما الرابعة ما زالت مستمرة مع غادة فاروق وأشرف عبد العاطي. شكرا لك شهاب. إذن بدأت صباح اليوم عملية التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية العراقية للعسكريين وقوى الأمن الداخلي والمهجرين في أول انتخابات تجرى بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد. من جانب آخر أدلى الرئيس العراقي جلال طالبان اليوم بصوته في الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية في أحد المراكز الانتخابية في برلين. ومن المقرر أن يختتم العراقيون في الخارج اليوم التصويت في 20 دولة عربية وأجنبية. وسط إجراءات أمنية مشددة بدأت مراكز الاقتراع في أنحاء العراق في استقبال الناخبين في عملية التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية، فيما يختتم العراقيون في الخارج التصويت في 20 دولة عربية وأجنبية. عملية التصويت الخاص تشمل بشكل أساسي القوات المسلحة والشرطة، وذلك تمهيدا للتصويت العام داخل البلاد يوم الأربعاء المقبل في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب العسكري الأمريكي نهاية عام 2011. جينا اليوم صوتنا التصويت الخاص ولقينا العملية سهلة وسلسة وزينة والحمد لله وللأفضل والأحسن صوتنا. كما تشمل عملية التصويت أيضا المهجرين المسجلين ونزلاء السجناء وموظفيها، إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها، والتي تجري في وقت تتواصل فيه أعمال عنف وهجمات ضد مراكز التصويت. والله أملنا كبير بالناس اللي جاية اللي طرحوا مسائل الانتخابية وطرحوا المبادئ عملهم، إن شاء الله أكو تغيير. ويتوافد أفراد القوات المسلحة البالغ عددها نحو 800 ألف عنصر على 534 مركزا تشمل 2670 لجنة انتخابية. يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط أكثر من 70 عنصر من الجيش والشرطة بين قتيل وجريح، وذلك في سلسلة هجمات بينها 5 تفجيرات انتحارية استهدفت أفراد القوات العراقية في يوم التصويت الخاص بهم. العراق بلد مهدم ويحتاج لتغيير شامل، رغم هذا التغيير صار يعني السنوات السابقة، بس نريد تغيير بعد أحسن. ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يخوض الانتخابات التشريعية دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين إياد علاوي حبست أنفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع. عماد العزالي، النيل. وإلى الشأن الجزائري، حيث أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية رابعة، ذلك بعد فوزه بخمس انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر بنسبة 81.35%. حضر مراسم أداء اليمين التي أجريت في قصر الأمم جميع أعضاء الحكومة الحالية وأعضاء الإدارات المدنية والعسكرية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة. وشهدت القاعة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام التابعة للدولة، فيما لم يتم السماح لوسائل الإعلام العالمية بمتابعة الحدث. قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين جاء لمتابعة التكليفات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة بدولة الكويت. وأشار العربي إلى أن اجتماع سيناقش أيضا تطوير الجامعة العربية، على أن يتم عرض نتائج هذا الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في شهر سبتمبر المقبل. كما سيناقش الاجتماع أيضا تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا. إلى الشأن الأوكراني، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 7 مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الأزمة
في أوكرانيا. في غضون ذلك قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 15 شخصا من روسيا وأوكرانيا لدورهم في استمرار الأزمة الأوكرانية. جاء هذا القرار خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي 28 في بروكسل اليوم. في المقابل أعربت روسيا عن قلقها إزاء حشد أوكرانيا لقواتها الشرقية البلاد لمواجهة الانفصاليين الموالين لموسكو. من ناحية أخرى أصيب عمدة مدينة خاركوف الأوكرانية الموالي لروسيا بجروح خطيرة نتيجة إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه. يأتي هذا في الوقت الذي أطلق انفصاليون موالون لموسكو سراح أحد المراقبين الأوروبيين المحتجزين في شرقي أوكرانيا منذ 3 أيام لأسباب صحية، في حين يحتجز هؤلاء الانفصاليون 7 مراقبين آخرين. قتل 22 شخصا بينهم 3 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود برصاص مسلحين في شمال غربي جمهورية إفريقيا الوسطى. يأتي هذا في وقت غادر فيه نحو 1300 مواطن كانوا يختبئون في محيط العاصمة بانجي متوجهين إلى تشاد فرارا من أعمال العنف الطائفية. جدير بالذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد أعمال عنف متزايدة منذ تنحي الرئيس ميشيل ديكوتوديا عن منصبه في يناير الماضي بعد ضغوط إقليمية ودولية. شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أن بلاده لا تسعى إلى زيادة وجودها العسكري في الفلبين عبر اتفاق التعاون الأمني الذي وقع اليوم في مانيلا. وأضاف أوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني بنينو أكينو أن هذا الاتفاق ليس موجها ضد الصين، لكن أوباما سند جهود مانيلا لإحالة خلافاتها الحدودية مع الصين أمام هيئة تحكيم دولية، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفلبينية في أواخر محطات جولته الآسيوية. قتل 18 شخصا نتيجة أعاصير ضربت ولايات جنوب غربي الولايات المتحدة. وأشارت مصادر محلية إلى أن 15 شخصا لقوا مصرعهم في ولاية أركانسو، بينما لقي شخصان مصرعهما في ولاية أوكلاهوما، في حين سقط قتيل في ولاية أيوا. وأضافت المصادر أن هذه الأعاصير تسببت أيضا في حدوث خسائر مادية بهذه الولايات. من جانبه تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعمل على تقديم المساعدات للمنكوبين. بانوراما الرابعة متواصلة.